بدأت قصته في حافلة المدرسة، إذ كان يحفظ ما يتردد على مسامعه من القرآن الكريم ليبهر منذ عامه الرابع أساتذته في المدرسة، ومن بعدهم لجان التحكيم في المسابقات المحلية والدولية التي كان يحقق فيها المراتب الأولى. رحبوا معي بالمتسابق محمد علي قاسم من لبنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها مرة. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، المتسابق محمد علي قاسم من لبنان، أمتعتنا بجمال أدائك، شكراً جزيلاً لكم. انتقال إلى سيد حسنين، تفضل. شكراً جزيلاً. طبعاً تعودنا سيد كريم، كأنما محمد يعلق على أمتعتنا بجمال أدائك، لا عاد ايش بقى لنا احنا؟ نعم. الله يبارك فيك ان شاء الله، وشكراً لك يا عزيزي، تلاوة طيبة، خصوصاً أنك من لبنان، يعني اللي مع كل الظروف اللي تمر بها لبنان الحبيبة أو لبنان الحبيب، هسه هي إن كانت مذكراً أو مؤنثاً، تلاوة طيبة جميلة، صوتها لطيف جداً كلطافته طبعاً أكيد. وعدنا إحنا في توزيع الحروف أو على يعني على مود النفس نحتاج إلى مهارة عالية. هو عنده نفس طويل وممتاز، يعني قدر يوصل بعض الآيات، هذا تخصص الأساتذة الآخرين، ولكن بالتالي كجملة نغمية استطاع أن يؤدي فيها بعض الأمور. ولكن ملاحظة صغيرة، أنه حينما نريد أن نأتي بالنفس الطويل يجب أن لا نقلل من باور الصوت أو فوليوم الصوت نهائياً. هذا حدث في إحدى الموارد، ولكن كطبيعة صوت وكأداء كان جميل جداً، وكنا نتمنى يعني أنه يقدم لنا بعد المزيد، نتأمل أنه يصعد إن شاء الله تعالى للمرحلة القادمة حتى نسمع منه إبداع الحقيقي، لأني أنا سمعته يعني في مناسبات أخرى وكان أداءه أجمل بكثير مع جمال هذا اللي أداه. شكرا سيد كريم موسوي حبيبي. هو هم جميل ترى، يعني حلو. محمد محمد زين. لا ما شاء الله حبيبي محمد يرتبط بالقرآن، يكون جميلا دائما. أنستني إشارتك لمدرسة محمد رفعت، يعني بالبيات الأخير. حلوة كانت هاي واحدة، وتكملتك يعني كملت البيات الأول يعني حرفيا كملتها، هي هاي هم النقطة الثانية. زخارفك هم سليمة يعني كلها مرتبة الله يسترك، إلا بالحجاز يعني مقام الحجاز الأخيرة شوية ظلت مبتورة ناقصة، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. الشيخ محمد عصفور تفضل. حياك الله حبيبي، وهنيئاً هنيئاً هنيئاً. جئت من هذه الأرض المباركة ومن وسط كل هذه الأحداث وهذه الظروف، وأمتعتنا صدقاً يعني. أحسنتم، شكراً جزيلاً لكم. المتسابق محمد علي قاسم، أسأل الله لكم التوفيق والعافية والثبات في الدنيا والآخرة. شكراً جزيلاً لكم. شكراً جزيلاً لكم. أحسنت يا حبيبي.